وهنا اللاعبين ايضا للاعب المنتخب السوري. وان نشاهد ونتابع مستوى يليق ايضا بسمعه المنتخبين. اذا القسم واخذ العهد ان يكونوا يد واحده ونفس واحد وقلب واحد في مباراتهم الهامه، وقلوب جميع الاردنيين مع منتخب يوسف العموري، امجد الطاهر، عبد الله ابو زمع في الدفاع، حسين الشناين، صبحي سليمان، جمال ابو عابد، فيصل ابراهيم في الوسط، منير ابو هنطش، عبد الله الشياب. بدات في هذه اللحظات المباراه الحاسمه على الميداليه الذهبيه بين منتخبنا الوطني ومنتخب سوريا الشقيق. بينما يمثل فريق سوريا في حراسه المرمى ماهر برقدار، حسان عباس، حاتم الغايب، طارق جبان، بشار سرور، اياد عبد الكريم، خالد الظاهر، لؤي طالب، عبد القادر رفاعي، نادر جقدار، وسيد بيزيد. امنيات التوفيق لمنتخبنا الوطني. هذا هو عبد الله الشياب صاحب اربع اهداف من اهداف المنتخب الوطني الاردني. عبد الله الشياب الى منير داخل منطقه الجزاء، لمين لفيصل ابراهيم برفعها، بحاول يعكس داخل منطقه الجزاء على طول، انما ما فيش، بتروح بشار سرور من المنتخب السوري لاي طالب، انما مقطوعه على طول لعبد الله ابو زمع. عبد الله ابو زمع على الطاير بشوط لكن بعيده من وسط الميدان. خطر هذا اللاعب حسان عباس، بيسدد على طول لمين داخل منطقه الجزاء، ابو داهود، ابو داهود حارس المرمى المتالق دائما محمد ابو داهود يحضر هذه المباراه حتى الان حوالي 20,000، من 20 إلى 23,000، والكرة في وسط سوري. بشار وبرفعها لكن على طول بتروح بالأوت. الإعلامية بصورة سريعة أخو عمر، ما رأيك في مجريات الشوط الأول حتى الآن؟ صانع الألعاب خالد الظاهر بيقوم بدور كويس بالخلف، ثم لؤي طالب يتقدم ليسند ثنائي الهجوم. وكانت طبعا فرصة لمنتخبنا منير ابو هنطش. وسطنا في بناء الهجمات بطيء، ثم تمريراتنا في الملعب السوري بطيئة شوي. لازم منتخبنا الوطني ايضا يكون عند حسن الظن، وكانت فرصة كبيرة لمنتخبنا الوطني. هذا هو على طول عبد الله الشياب، صبحي سليمان، صبحي سليمان الى حسين الشناين، حسين الشناين هو في حالة هجوم وضغط، وايضا تسديده اخرى لحسين الشنايلي لكن بعيده عن المرمى. كره في الامام لكن من يمين لبركدار في منطقه الجزاء، ومحمد ابو داهود، محمد ابو داهود، عبد الله الشياب اللي بيتحرك حقيقه في كل مكان. عبد الله الشياب، عبد الله، عبد الله، عبد الله، فرصه كبيره، عبد الله لمين، عبد الله برفعها، جمال ابو عابد، جمال، جمال ابو عابد لمين برضه، يا خساره، يا خساره على هالهجمه الحلوه. والاردن اسمه عالي في هذا الميدان وفي سماء بيروت. جمال ابو عابد ناحيه امجد الطاهر بيعكس كره على طول، شو بالعرض البطيء، هذا هو امجد الطاهر بحول الكرة وعلى طول، تشوف بعد ما حاول انه يصير هناك من منطقة الجزاء ولكن مقطوعة، تروح الى بشار سرور، بشار سرور امامية براس يوسف العموري، وهذا هو خالد الظاهر، خالد الظاهر لمين، وكرة بالاوت بيطلعها الجبان بصورة اخلاقية وروح رياضية عالية، وفي هناك راية لمن الحكم الكويتي قاسم حمزه، بيستدعي نبيل عياد، واحتمال ان تكون هناك بطاقه، احنا ما شفنا شيء انما في هناك اللاين. عمليه يمكن كان ضرب متعمد، وبطاقه حمراء، بطاقه حمراء، جو قدر بطاقه حمراء. اذا ضرب الزئ ابو عبد الله ابو زمع، بشار بحاول، بشار وبسدد بشار، والكره بالاوت، كره بالاوت، وعابد براسه مباشره الى عبد الله ابو شياب،
هذا جمال ابو عابد في الامام ناحيه ال برافو برافو يا ولد يا منير يا ابو انطش. مرمى استلم الكره ولم يعد يهتم، شايفين كيف هي بالاوت. ضربة مرمى هم يا شباب، بالعكس بتروح لخالد الظاهر وبسدد خالد الظاهر، انما بعيدة عن المرمى، بعيدة عن المرمى. هكذا سيداتي وسادتي ينتهي الشوط الاول من هذه المباراة بين منتخبنا الوطني الاردني ومنتخب. أعزائي المشاهدين الآن مباشرة إلى أحداث الشوط الثاني، وسنكون معكم أولا بأول ومع التعليق من بيروت. والتي بدأت في الثاني عشر من هذا الشهر مع الشوط الثاني من هذه المباراة، وما زال منتخبنا الوطني ومنتخب سوريا تعادلوا بدون أهداف. حسين الشناني داخل منطقة الجزاء إلى حسون الشيخ إلى منير بنطاش، منير بنطاش وار حارس المرمى ماهر برغدار. نشوف مرة ثانية هذا عبد الكريم من المنتخب السوري. بايزيد 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 وحارس المرمى محمد ساعي. وفي الأمام إلى لؤي معكوسة داخل منطقة الجزاء، معكوسة لكن بعيدة بتروح إلى عباس، حسان عباس مرفوعة وحارس المرمى على طول في الامام ناحيه عبد الله الشياب. جمال ابو عابد، جمال 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 مرفوعه اسرع من هيك. صبحي سليمان، حسون الشيخ، حسوني 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 في الامام لصبحي سليمان ودك يا صبحي سليمان. طالب مرفوعه داخل منطقه الجزاء وخطره وخطره لازم الخروج يكون شوف 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 داخل منطقة الجزاء بسددها وبيستفيد من خروج محمد أبو داهوت وتسديده وتصطدم بحائط الصد ومحمد أبو داهوت أبو داهوت. ضربة ركنية لمنتخبنا الوطني مرفوعة داخل منطقة الجزاء ورفض عليه براسه. ثنتين إن حتى الآن. ضربة مرمى لسوريا، هذا حسين الشناني في الأمام إلى رافت علي، رافت علي مراوغ من الطراز الأول، رافت رافت ممتاز يا رافت ودرافت رافت يا رافت الله الله يا رافت برافو برافو لاعب رائع رافت علي برافو يا رافت برافو يا رافت. خالد ظاهر مرة ثانية ضغط متوالي لمنتخبنا الوطني. صبحي سليمان صبحي صبحي بسدد، انما حارس المرمى ماهر برقدار. ياسر السباعي في الامام اقرب الى وهناك ايضا شركة اتحاد مخلصي الرمثة والمدير العام السيد محمد الخطيب تبرعت بمبلغ 2000 دينار وستكون هناك مفاجأة في الشوط النهائي. شكرا يا عمر، هذه فرصة خطيرة للمنتخب السوري من هجمة مرتدة وسريعة واللاعب عارف منطقة الجزاء على طول لفيصل لكن بتركها إلى جمال أبو عابد، جمال أبو عابد إلى عبد الله، عبد الله الشياب بيصلحها لصبحي سليمان، صبحي وسدد إنما بتصطدم بها المدافع السوري حسان وكرة مرفوعة عملية الولوج وتحصيل هدف التعادل، وبالتالي يجب أن نكون حذرين يا أولاد
لازم تكون هناك على طول في الامام الى رافت علي مقطوعه. وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي هذه المباراه بفوز منتخبنا الوطني الاردني. الف مبروك، الف تهنئه لهذا الانجاز الكبير لمنتخبنا الوطني الاردني بفوزه بالميداليه الذهبيه. مبروك 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 للعلم، ومبروك للسلام، ومبروك لهؤلاء الشباب. حلوين يا اولاد. عكس الاهتمام الحكومي والرسمي وغير الرسمي نحو الشباب ودعم وتأييدهم ليكونوا ابطال وليحرزوا الميداليات تلو الميداليات ولنكون ابطال في سماء دنيا العرب. مبروك، الف تحيه والف تقدير الى هؤلاء الشباب. جمال أبو عابد على منصة التتويج، الحارس محمد أبو داود. من هذا العلم اللي حامله يوسف العموري الميدالية الذهبية ووزير الشباب والرياضة اللبناني يوسف العموري يقلد منتخبنا الوطني الميداليات الذهبية. ألف تحية ليوسف صبح العموري سليمان. جمال أبو عابد، هذا هو صبح سليمان، صبح سليمان والعلم الأردني اللي هو رمز الافتخار والاعتزاز. حسين الشنايني، حسين الشنايني مبروك يا حسين. وايضا عبد الله ابو زمع العملاق، هذا عبد الله ابو زمع والعالم الاردني. عبد الله الشياب، عبد الله الشياب الهداف، هداف منتخبنا الوطني. عبد الله الشياب برصيد اربعة اهداف. عبد الله الشياب اربعة اهداف. وهذا هو فيصل ابراهيم الظهير السوبر، الظهير الايمن. جيري ستادروس الهداف الدبور، صاحب أغلى هدف في الدورة. أمجد الطاهر المدافع المقاتل الذي أجاد في إلغاء المهاجم السوري بايزيد وقطع عنه الماء والكهرباء. حسون الشيخ لاعب الوسط الفنان. وأيضا منير أبو هنطش، منير أبو هنطش المهاجم الذي يجيد مهارة الحجز بالنسبة للاعب المقابل. عدنان عوض الذي قاد خط الدفاع ببراعة أمام منتخب الكويت في الدور قبل النهائي. عدنان عوض. عصام محمود المدافع الذي أجاد أمام عمان وقاد منطقة الجهة اليمنى. جعفر حماد اللاعب الذي أجاد في الركن الأيسر في الشوط الثاني أمام عمان وتسبب بالهدف الثالث. أحمد أبو نصوح أحد حراس مرمانا العمالقة. معتز الريشة الحارس المتخصص في صد ركلات الجزاء. محمد أبو داود ومعتز وأحمد. والمهاجم الهداف صاحب الخبرة جهاد عبد المنعم. ووليد عبد الرحمن اللاعب الذي يجيد اللعب في الركن الأيسر. أيضا الميدالية الذهبية. وبسام الخطيب المهاجم المشاكس. رأفت علي. ورأفت علي الفنان المحاور من الدرجة الأولى. والمدرب المخضرم الكابتن محمد عوض اللاعب الدولي السابق كابتن منتخبنا الوطني لسنوات عديدة. اللاعب الدولي والمدرب عدنان مسعود. ومدرب اللياقة البدنية المدرب الألماني مارتن. الألماني الأردني. والإداري عبد اللطيف عبد المجيد إداري المنتخب الوطني. والمختص بالعلاج الطبيعي السيد حسين عطلة. ألف مبروك. إذن ألف تحية لهؤلاء الشباب، ألف تقدير. والآن سيصار إلى منصة التتويج استعدادا للاحتفال بهذه المسابقة وبختام هذه المسابقة برفع العلم الأردني والعلم السوري والعلم اللبناني على أنغام السلام الملكي الأردني. كمعلقين إذا تحية لهؤلاء الأبطال
السلام الملكي الأردني. وضح صادق من لبنان الشقيقة، وحسام الدين زبيبو وفارس كرم وحسن شرارة من الجمهورية اللبنانية الشقيقة الأعزاء، جمهورية سلام الوطن.